في الزاوية. تسديدة وكورة على الجول. جول مش ممكن، مش ممكن، عالمي عالمي عالمي. هدف ملعوب من غير ادنى شك، يعني اللاعب اجتهد برشا في هذه اللقطه وحط الكره بعيده عن الحارس. ليس من السهل تسجيل مثل هذه الاهداف زميلي عصام، لابد ان يكون هناك تدريب وتعويض على مثل هذه الكرات في تدريبات الفريق، لا شك.